السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد باللقاء بكم وبتجديدي بلقائكم، وأود أن أشكر الجميع لمساندته ومساندته وتشجيعه وتقاسمه معنا هذه المعرفة في مجال القانون، وكذلك البحث على المعلومة القانونية وتوظيفها والعمل بها والاقتداء بها والاستفادة منها. كذلك في هذه اللحظة، وهذا هو الشهر مبروك أواشركم، أود أن أتطرق إلى موضوع مهم يتعلق بوثيقة البيع، وخاصة سنتطرق في هذا العرض إلى التنظيم القانوني لعقد البيع، والذي يتدرج التنظيم القانوني لعقد البيع بين تنظيم عام وآخر خاص، ويكون هذا التنظيم العام يسري على مختلف البيوع، أما التنظيم الخاص فينصرف إلى بعض البيوع التي خصها المشرع بنوع من الأحكام بحكم طبيعتها وإجراءاتها والغاية المتوخاة منها. كذلك عمل المشرع على تناول الأحكام العامة لعقد البيع في قانون الالتزامات والعقود، والأحكام الخاصة لبعض البيوع في قانون التزامات والعقود كذلك، ثم في القوانين الأخرى والنصوص المتفرقة. ولهذا سنعتمد في هذه الحصة بالضبط على ما يتعلق بالتنظيم العام لعقد البيع في قانون التزامات والعقود. وقد ورد التنظيم العام لعقد البيع في قانون التزامات والعقود باعتبار هذا القانون هو الشريعة العامة لمختلف القوانين. إذن قلنا أن هذا القانون الالتزامات والعقود يعتبر هو الشريعة العامة لمختلف القوانين، وبالتالي فقد جاءت الفصول المتعاقبة من 478 إلى غاية 584 في تفصيل أحكام البيع وآثاره على الشكل الآتي. بطبيعة الحال أن طبيعة هذا البيع وأركانه في الفصول ما بين 478 إلى 487، وكذلك تمام البيع في الفصول من 488 إلى 490، وأيضا التزامات البيع فيما يتعلق بالتسليم من الفصول 499 إلى 531، وكذلك التزامات البائع فيما يتعلق بضمان الاستحقاق في الفصول 532 إلى 548، ونزيد كذلك فيما يتعلق بالتزامات البائع خاصة فيما يتعلق ضمان العيوب في الفصول 549 إلى 575. كذلك التزامات المشتري في الفصول ما بين 576 إلى غاية 584. ويلاحظ في هذه الفصول، أي فصول قانون التزامات والعقود، بصورة عامة أولا أن هذا القانون الالتزامات والعقود وضع عقوبات الحماية إلى جانب تشريعات أخرى باللغة الفرنسية، وقد رعيت فيه مصالح الأوروبيين ليكون حافزا لهم على الهجرة. وأيضا الاستيطان الهجرة والاستيطان بالمغرب، كما أن تأثر
بالفقه الإسلامي كان يلزم عن صدور قانون توحيد المحاكم بتاريخ 26 جونفي يناير 1965، أن ينقح تنقيحا متكاملا في الشكل والوضوح أو في الشكل والموضوع، لينسجم تمام الانسجام مع هذا الفقه. ثم أن كذلك أيضا، وثانيا، أن هذه الترجمة التي عرفها قانون التزامات العقود من النص الفرنسي إلى النص العربي تبعا لمبدأ التعريب الذي أقره قانون التوحيد في فصله الخامس، هي ترجمة معينة وتعتريها الركاكة وأحيانا اضطراب المعنى في النصين الفرنسي والعربي. وكذلك نزيد على أن أو ثالثا على أن إن كان هذا القانون ديال توحيد المحاكم هو المقصود، هذا القانون نشر بالجريدة الرسمية، والفصل الثالث منه أعطى المصداقية ومشروعية التطبيق للقوانين المدنية والجنائية الجاري بها العمل إلى أن تتم مراجعتها. وهذه المراجعة هو لفظ عام يشمل التنقيح والتعريب. هذا كله نقف في هذا الحد، كما أولدنا سالفا أن التنظيم القانوني لعقد البيع والمتعلق بوثيقة البيع يتدرج بين تنظيم عام وآخر خاص. التنظيم العام يسري على مختلف البيوع، والتنظيم الخاص ينصرف إلى بعض البيوع التي خصها المشرع بنوع من الأحكام بحكم طبيعتها وإجراءاتها والغاية المتوخاة منها. وقلنا أن قد عمل المشرع كذلك على تناول الأحكام العامة لعقد البيع في قانون التزامات العقود والأحكام الخاصة لبعض البيوع. في قانون التزامات العقود، ثم في القوانين الأخرى والنصوص المتفرقة. ونقف في هذا الحد من تمنياتنا لكم في فرصة سانحة ولاحقة، وأشكركم على تشجيعكم ومساندتكم، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله. مبروك أواشركم.